ختام فقراتنا سلمى، قد ايه بنسمع في اختلاف بين تفكير الرجل وتفكير المرأة، سواء بيقولوا الأسباب يمكن إما أسباب تربوية اجتماعية أو حتى بالجينات مثل ما كلياتنا عم بنقول، أسلوب التفكير، أسلوب طرح المشكلة، أسلوب حلها، حتى قد ايه بنسمع هذا الشيء؟ ويمكن هذا الاختلاف ممكن يعمل مشاكل بين إن كان زوجين أو اثنين مرتبطين، فقد بنسمع عن هاي الشغلة؟ مو بس بنسمع، بنلمس الحقيقة. فرح كتير كمان بنشوف مشاكل بيكون مرافق إلها ما عم يفهم علي، يعني أنا بحكي بزاوية وهو بيرد بزاوية تانية. بتحسي دائما المشكلة بيكون المرأة عم بتشوفها من جهة وهو عم بشوفها من جهة تانية، وهيك فما بنلاقي حل. فبيقولوا لك كمان بنكتوا، بيقولوا لك يعني كدية ألف رجال ما بيفهم على مرة على مرة واحدة. يعني كتير نسمع هاي العبارات بصراحة. صحيح سلمى، خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. قد في اختلاف بين تفكير الرجل وتفكير المرأة؟ هل صحيح انه يمكن بنية النفسية او العقلية هي فعلا تختلف عن بنية الرجل؟ نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذة هناء الأزهري، وهي اختصاص في علم الاجتماع. صباح الخير أستاذة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك نبلش من العنوان العريض، التفكير بداية. كيف الرجل بيشوف أي موضوع والمرأة بتشوفه؟ وليش بنشوف هذا الاختلاف بيناتهم؟ تمام، مثل ما تفضلتي حضرتك بالبداية أنه دائما في هاي المشاكل، أنه الرجل ما عم يفهم على تفكير المرأة والمرأة ما عم تفهم على تفكير الرجل، بصير بيناتهم مشاحنات ومشاكل. شو السبب؟ السبب أنه الرجل مفكر المرأة هي بتفكر مثله، هي مخلوق صعيب أنه من برا نفس، يعني أنه نحن من الجنس البشري صحيح، بس في اختلاف كتير كبير داخليا وجينيا وتفكيريا وعقليا بين تفكير الرجل وتفكير المرأة. المرأة بتفكر الرجل انه هو بيفهم الامور مثل ما هي بتفهمها، والرجل كمان بيفكر المرأة انه هي بتفهم الامور وبتدخل الامور لعقلها مثل ما هو بيفهمها، رغم انه بالحقيقة في اختلاف كتير كبير بين الرجل، بين تفكير الرجل بين تفكير المرأة. يعني بدنا نعتبر انه كل واحد من كوكب تمام، طريقة تفكيره وطريقة تعامله. صحيح، يعني هاي اللي كانوا يقولوا اذا المرأة من الزهرة فالرجل من المريخ. تمام، هذا كتاب كتير ممتع، انا بنصح كتير انه نقرأه، يعني عدم المؤاخذة، انه وقت واحد يجيب جوال جديد تلاقيه فتح الكتالوج، فات على النت، شاف مواصفاته، شاف شو المزايا اللي فيه، كيف بيشتغل، شو البرامج. أما وقت بده يتزوج أو يقدم على مثلا علاقة أنه يخطب يتزوج، تلاقي خلص بيعاملها مثل ما يعني بيعامل رفيقه مثلا، أنه بده إياها تفهم عليه مثل مرفيقه بيفهم عليه، أنه فورا بيفهم عليه وبيفهم شو عم يفكر. أستاذة هنا، قبل ما نفوت يمكن بتفاصيل التعامل الصح يمكن، وكيف كل شخصين قادرين يمكن يقربوا وجهات نظرهم من بعض ويفهموا بعض بطريقة كتير حلوة، خلينا نعرف هل صحيح أنه البناء العقلي للمرأة بيقولوا هي تحليلية أكثر من الرجل؟ هل هذا الشيء صح؟ شو الاختلاف بين تكوينة الرجل وتكوينة المرأة، غير أنه المرأة هي كتير كائن حساس ولطيف ورائع وعاطفي؟ هذا شيء أكيد صحيح. هلا حتى من الناحية التشريحية، العقل المرأة وعقل الرجل في كتير اختلاف، أنه عقل الرجال كبير بيقولوا أكبر من عقل المرأة. هو تشريحيا صحيح انه عقل الرجل اكبر بالحجم بس اقل بالتلافي، خطين ثلاث خطوط تحت بالحجم، هاي ما دخلها بموضوع الذكاء او القدرات العقلية، هو بالحجم اكبر من عقل المرأة. وفي عنا المادة الرمادية اللي موجودة بالعقل، هاي مسؤولة عن الذكاء، هاي كمان متساوية بين عقل الرجل وعقل المرأة. أما في عنا اختلافات تانية، في عنا الجملة العصبية تبع التفرعات العصبية تبع العقل عند المرأة أسمك وأكثر تشعبا، هذا دليل على أنه المرأة تفكيرها تشعبي، فيها تفكر بالتفاصيل أكثر من موضوع بوقت واحد. صح، بيقولوا انه المرأة يعني بتقدر تعمل اكثر من نشاط بوقت واحد. تمام، يعني بينما الرجل ما بيقدر يركز غير بشغله واحده، على اكثر من موضوع بوقت واحد، بتلاقيها عم تحكي على التليفون
وعم تتفرج على المسلسل عم تقولها لرفيقتها انه شو الاحداث وعم تطبخ وعم تسالها انه شو صار بمرت اخوك بالفستان اللي كانت بدها تروح تشتري، وابنها شايفيته شو عم يأذي بالزاويه عم تصرخ عليه، والطبخه على الغاز عم تحركها، هاي كلها فيها تشتغلها بنفس الوقت. اما الرجل عنده هاي الجمله العصبيه، النهايات العصبيه هي اقل وارق، يعني أدق من عقل المرأة، لذلك الرجل بيقدر يركز على موضوع واحد بس. هو شبهه عقل الرجل مثل الصناديق، صناديق محكمة الإغلاق. يعني مثلا بوقت تحكي الرجل بموضوع هو بكون مثلا بصندوق العمل عم يفكر هلأ بشغله، تيجي بتقولي له مثلا بدي جيب فستان، ما برد لانه بده وقت لحتى يطلع من الصندوق، وهون بتبلش المشكله. يسكر الصندوق ويدور على الصندوق اللي هي بتحكي فيه ويرجع يفوت ويفكر ويعطيها الرد. هون المره شو بتفكره؟ انه هو ما عم يرد عليها، مطنشها، ما عم يهتم فيها، ما نوع عامل لها اي احترام اي تقدير. بتقوم بتبلش عاد الخناقه المشاحنات والخناق، تلاقيها انت ما بتسمعني، انت كذا انت كذا، بقول له طولي بالك لسه، يعني رح اجابك طول. بتقول له قديش يعني وانت ما عم تسمعني، انت ما سمعتني من الاساس. بقول له بلا سمعتك، حكيتي كذا كذا كذا. لك ليش ما عم ترد علي ما دامك سامعني؟ سامعني وقصدا ما عم ترد علي لانك حابب تستفزني. فورا بتلاقي يعني عدم فهم عمل عقليه الرجل وعمل عقليه المراه بسبب هاي المشاكل. نحن اذا فهمنا الطرف الاخر، وأول شيء بدنا نسلم أنه تفكير الرجل مو مثل تفكير المرأة. نعم. هاي إذا سلمنا فيها نقدر نفهم الطرف الثاني وليش هيك عم يتصرف وكيف لازم نحن نرد عليه بهاي المرحلة. كمان سلمى قدام نسمع عن علاقات ناجحة بشكل كتير كبير، في تقارب فكري بين الشخصين وفي تفاهم على أدق التفاصيل، بنشوف علاقة ناجحة تطور لأسرة ناجحة وهكذا. خلينا نحكي عن طرق التقارب الفكري الصح بين الرجل والمرأة رغم الاختلاف حتى بالتكوين العقلي للجنسين. تمام، نحن لحتى نوصل لهذا الوفاق ولهي التفاهم ولأسرة ناجحة لازم نحن يعني في عنده الرجل مشكلة انه وقت يحكي وقت يتعرض لمشكلة بيسكت، اما المرأة بتعالج المشكلة بالكلام، هي بتلاقي الحل وهي عم تحكي مثل ما بقولها بتفكر بصوت عالي. اما الرجال بيسكت وقت يصير معه مشكلة. والمرأة عندها ميزة انه بتحب مثلا مثل وقت رفيقتها تتعرض لأي مشكلة بتيجي بتحكي لها وهي بتحاول يعني تسمعها وتتعاطف معها وتحاول تعطيها حل. هي المرأة بفكر الرجال مثل يعني نفس تفكيرها، وقت يتعرض لأي مشكلة بتيجي بتصير بتقول له ليش ما حكيت لي؟ ليش معصب؟ ليش زعلان؟ ليش كذا؟ صح. بقوم هون الرجال بضوج. أما إذا فهمت المرأة إنه هذا الرجل وقت يصير عنده أي مشكلة بيسكت، خلص بتتركه. مثل ما بقولوها بكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، بيفوت على الكهف تبعه، في عنده هو بعقله كهف، بيفوت على الكهف تبعه لحتى هيك يحلل المشكلة، وإذا ما لقى له حل بتلاقيه بيروح على أمور تانية، مثلا بيقرأ بالجوال، بيتفرج على الأخبار، بيتفرج على مباراة لحتى هو يحاول يلاقي حل لهي المشكلة. أما المرأة بدها تحكي بالمشكلة، مجرد حكت بغض النظر على انه لاقت حل او ما لاقت حل خلص بترتاح نفسيا. الرجل لازم يفهم انه المرأة وقت تتعرض لمشكلة بتحكي، فلذلك لازم هو مثلا يحاول يسمعها، يحكي يسمعها ويعني يتجاوب معها ويحسسها انه هو مهتم فيها وعم يسمعها وحاسس فيها. الحلو انه هو فعلا يكون مهتم بمشكلاتها، مهتم بتفاصيل حياتها، لانه الحياه هي تشاركيه. تمام. هي بتهتم يمكن بكل تفاصيل حياته وهو ببادر لهذا الشيء. للاسف عم نحكي نحن اليوم عن موضوع العلاقه بين الجنسين بطريقه يمكن شوي سلبيه خلينا نقول، لكن بالواقع في كثير اسر ناجحه، في كثير امثله كثير رائعه للتفاهم. يمكن خلينا نحكي عن اساسيات النجاح، خلينا نضوي على الناحيه المشرقه، خلينا نقول اساسيات النجاح باي علاقه بين الرجل والمراه. تمام، هلا اساسيات النجاح انه نحن نفهم
يفهم كل طرف الشخص الثاني تمام، طريقة تفكيره طريقة تعامله. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه في كثير اسر ناجحة، كمان بالمقابل في يعني كثير ما في تعامل ايجابي، بتلاقي يعني اكثر الاسر للاسف عم يعني عم تعيش مع بعض بس مثلا كرمال ما يقولوا مثلا اتطلقت، ما يجرب مثلا الرجل تجربة تانية، يفوت بزواج تاني ممكن مثلا مشان الأولاد. لذلك تلاقيهن عم يمرقوا أيام عم يمرقوا، أما ما في هذا التفاهم وهاي اللحمة. في كتير أسر كمان بالمقابل في تفاهم. هلأ الرجل في عنده حاجات لازم تشبعها المرأة، والمرأة في عندها حاجات لازم يشبعها الرجل. حاجات الرجل انه دائما تحسسيه انه هو عم ينجز، هو عم يعطي، هو يعني اي شيء بيقدمه الرجل تحسسه المرأة انه هو هذا شيء حلو حتى يقدم كمان. والمرأة كمان بحاجة لحب، بحاجة للاهتمام. وقت الرجال يحس بالمرأة ويتعاطف معها ويحسسها باهتمامها ويلبي حاجاتها، تلاقيها يعني بتصير تتغاضى عن باقي الأمور الثانوية. وقت يكون في يعني ما في إشباع لحاجات المرأة من الاهتمام والحب والكلام مثلا اللي بتحبه المرأة مثلا اللي بيحسسها بأنوثتها، تلاقيها بتصير بتفتعل مشاكل تانية ما بتقدر يعني ما هي. ممكن يقول مثلا الرجال انه هاي شغلة تافهة يعني ما يعني ليش هيك عم تتصرف هي، بس في شغلات تانية هي ما يعني ما بتحكي عنها. هي المرأة في عندها عزة نفس، ما بتطلب الشيء اللي بدها اياه بشكل مباشر. يعني تلميح بدون تصليح، بتلف وبتدور وبتلاقيها يعني كثير بتلف حوالين الموضوع. ممكن اللي هي تتخانق على قصة بسبب قصة تانية تماما. يعني مثل بنسمع كثير هي انه احيانا السيدة اذا مثلا بدها شيء وهو ما نو منتبه عليه بضل تتخانق على قصص تانية لحتى هو توصل بالنهاية اللي بدها اياه. طب خلينا نكون متفقين بختام حديثنا، لازم يفكروا نص بنص، يعني هي تفكر طريقته نص الموضوع وهو يفكر بطريقته نص الموضوع ليلاقوا حل. هلا لازم هي تقدر انه هو الرجل وقت يبعد ما بيكون عم يهملها او عم ينقص من مستواها او من اهميتها، وهو الرجل كمان يقدر انه وقت بدها المراه تحكي وتفضفض عن مشاكلها، لانه المراه بتضل مضغوطه نفسيا لحتى تحكي، يحاول هو كمان يسمعها. وقت يفهموا الاثنين هاي الناحيه تلاقي صار في تقارب، صار في تفاهم. يعني المرأة وقت تشوف زوجها مثلا انه عنده مشكلة او هاي، ما تحاول تضغط عليه كثير انه شو صاير معك شو كذا، لانه هو يعني عنده الافصاح عن مشكلته، هو بالنسبة له ضعف، اصعب انه يلاقي له حل، كأنه هو انه ضعيف مو قدران يلاقي حل للمشكلة، مشان هيك يعني بيحكيها لشخص ثاني. اما المرأة في عندها هذا الموضوع عادي، يعني انه انا عندي مشكلة فيني احكيها، فيني الاقي حل مع رفيقتي مع زوجي مع كذا، يعني مع الحالة مع كل حدا بيقعد معي. دائما ممكن اني انا احكي عم تحكي لمين ما كان لحتى هي تفرغ، تلاقيها حست براحه نفسيه بغض النظر اذا هاي المشكله انحلت او لا. بس تشوف المراه الرجل مثلا مثل ما بقولوها فات على كهفه، هي تحاول تعمل نشاطات ثانيه، تحاول تفرغ مثلا طاقه الكلام تبعها رفيقتها اختها جارتها، وتترك مثلا الرجال شوي هيك لحتى يهدأ ويرجع هو لحاله يتواصل معه ويحاكيها وكذا. ساعتها هي يعني بتعرف انه خلص هذا الرجل يعني انحلت مشكلته وصار فيه انه مثلا امشي نطلع مشوار، امشي نتغدى سوا، امشي كذا، تلاقي يعني خلص صار يتجاوب معها فيها. بهاي اللحظة هي تحكي معه وتفضفض له مثلا، تحكي له شو صاير معها بنهار، شو صاير معها مشاكل اذا بدها كذا. يعني المرأة لازم يكون في عندها ذكاء، تعرف امتى تحكي وامتى تسكت. اما اذا شافته مثلا ما عم يرد ومهموم، حكت معه كلمتين ثلاثه ما تجاوب معه ما رد عليها، تلاقيها بتضل بتنق 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 لحتى الرجال يضوج ويفقع وتبلش المشاكل. خلص بتشوفه ولي على ما يتجاوب هي تبعد عنه، وهو الرجال كمان
بشوف المشكله انه كل المحيط هلا حضرتك عم تحكي المصورين والمخرج كلهم كله عم بيعلق على حديثك بما انه نحن بس النساء اللي عم بنرد عليك. فبنتمنى طبعا نكون هاي النصائح اللي حكيتيها توصل للكل ويكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا اكيد شكرا لكم. نهاية انا وسلمى اكيد مع المساواة بين الرجل والمرأة بشكل كثير كبير، لدرجة دائما بندعي انه الرجل يهتم اكثر بالمرأة ويكون مستمع جيد، خلينا نقول خاصة بهي الظروف الصعبة يكونوا مثل ما بنقول كتف لبعض بهذا صحيح. المصطلح القائم والشائع. شكرا لك، بتمنى لك كل التوفيق. يعطيك العافية. شكرا لك.